تمثل كرة القدم شغفاً من نوع خاص في المكسيك التي يبلغ تعداد سكانها 126 مليوناً، وقد تجلى ذلك في النسختين اللتين استضافتهما في عامي 1970 و1986، حيث ابتدعت الجماهير المكسيكية أسلوباً خاصاً في التشجيع بات يعرف باسم الموجة المكسيكية. وعلى الرغم من أن منتخب القبعات الكبيرة لم يتمكن من بلوغ المربع الذهبي ولو لمرة واحدة، إلا أنه ترك بصمة واضحة في معظم البطولات التي شارك بها، كما أنه يعد المنتخب الأكثر تتويجاً ببطولة قارته بواقع 11 مرة، إضافة إلى تتويجه بكأس القارات عام 1999 وبالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية في لندن 2012، واحتلاله مركز الوصافة عامي 93 و2001 في بطولة كوبا أمريكا التي دعي للمشاركة فيها 10 مرات. تمتلك المكسيك تاريخاً كبيراً من حيث عدد المشاركات في نهائيات كأس العالم يصل إلى 16 مشاركة سابقة، وهي بذلك تحتل المركز الخامس في قائمة المنتخبات المشاركة في المونديال بعد كل من البرازيل، ألمانيا، إيطاليا والأرجنتين، علماً أن المنتخب المكسيكي واحد من 6 منتخبات لم تغب شمسها عن النهائيات منذ مونديال 94، والمنتخب الوحيد إلى جانب البرازيل الذي تمكن من تجاوز دور المجموعات في النسخ السبع الأخيرة. لكن نتائج المكسيك لم ترتقي يوما إلى هذا الكم من المشاركات، إذ اكتفت بالوصول إلى دور ربع النهائي في مناسبتين اثنتين، وذلك عندما استضافت كأس العالم عامي 1970 و1986. وانتظرت المكسيك حتى مباراتها العاشرة مونديالياً لتحقق أول نقطة لها من خلال التعادل بهدف لمثله مع ويلز في نسخة السويد 1958، لتسجل انتصارها الأول بعد 4 سنوات في تشيلي على حساب منتخب تشيكوسلوفاكيا ب3-1. في العام 1970 حظيت المكسيك بشرف أن تكون أول دولة من خارج قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية تستضيف الحدث العالمي، حيث حلت ثانية في مجموعتها بعد تعادل سلبي مع الاتحاد السوفيتي وانتصارين على السلفادور برباعية وبلجيكا بهدف. لكن مسيرتها توقفت على يد منتخب إيطاليا في ربع النهائي بعد أن خسرت ب4-0. في عام 1986 استضافت المكسيك الحدث للمرة الثانية في تاريخها، بعد أن وقع عليها الاختيار من قبل الفيفا عوضاً عن كولومبيا التي ضربها زلزال مدمر، فقدمت إلى العالم واحدة من أفضل النسخ في التاريخ، كما حققت أفضل مشاركة لها بعد أن تصدرت مجموعتها على حساب الباراغواي وبلجيكا والعراق، قبل أن تفوز على بلغاريا بهدفين نظيفين في دور 16 وتودع المونديال في الدور ربع النهائي من دون أن تخسر عملياً، حيث احتاج منتخب ألمانيا الغربية إلى ركلات الترجيح ليكسر التعادل السلبي بعد 120 دقيقة. ومنذ العام 1994 سجلت المكسيك حضوراً دائماً في النهائيات، ولم تكتفي بذلك بل نجحت في كل مرة في أن تعبر من دور المجموعات إلى دور 16، وكان من أبرز النتائج التي حققتها الفوز على فرنسا عام 2010 بهدفين نظيفين وعلى ألمانيا في 2018 بهدف واحد، علماً أن مسيرتها في النسخة الأخيرة توقفت على يد منتخب البرازيل بعد أن خسرت بهدفي نيمار وفيرمينيو. دخلت المكسيك التصفيات اعتباراً من الدور الثالث والنهائي، والذي شهد تواجد 8 منتخبات من منطقة الكونكاكاف، وعلى الرغم من أن المشاركة الحالية كانت الأضعف هجومياً لمنتخب المكسيك مقارنة بكل النسخ السابقة التي اعتمدت نظاماً مشابهاً، حيث تم تسجيل 17 هدفاً في 14 مباراة، إلا أن منتخب المكسيك تمكن من احتلال المركز الثاني خلف كندا وبفارق الأهداف.
وبدأ المنتخب المكسيكي التصفيات بشكل قوي بعد أن حقق 4 انتصارات وتعادلين في مبارياته الست الأولى ليتصدر لائحة الترتيب قبل أن يتنازل عنها في الجولة 7 بعد تلقيه للهزيمة الأولى خارج القواعد أمام منتخب الولايات المتحدة بهدفين دون رد. خسر بعدها أمام منتخب كندا 3 أهداف لهدف وتراجع إلى المركز الثالث، لكن الأمور تحسنت بعد ذلك إذ لم تتلقى شباك المكسيك أكثر من هدف واحد طيلة مرحلة الإياب، وذلك في المباراة التي تغلبت فيها على جامايكا 2 هدف. ولتحصد 14 نقطة ارتقت من خلالها إلى المركز الثاني في الترتيب بفارق الأهداف عن كندا. وبدا لافتا أن المكسيك خاضت 7 مباريات في ملعبها الشهير أستيكا، فحققت الفوز في 4 مباريات وتعادلت في 3 لتحتل المركز الثالث بالنسبة للنقاط التي تم حصدها داخل القواعد، في حين أن نتائجها كانت أفضل خارج الميدان حيث احتلت المركز الأول رغم تجرعها للهزيمة 2. على الرغم من أنه لم يلعب لمنتخب بلاده أكثر من مباراة دولية واحدة، إلا أن جيراردو مارتينو الشهير بتاتا يعد من الأسماء الشهيرة في عالم كرة القدم الأرجنتينية. أمضى معظم مسيرته كلاعب في فريق نيولز أولد بويز، وهو يحمل الرقم القياسي في عدد المباريات الرسمية التي خاضها بقميص الفريق 505 مباريات. مسيرته التدريبية الناجحة مع عدد من أندية الباراغواي والتي توجها بالفوز باللقب المحلي 4 مرات مهدت الطريق له لتدريب منتخب الباراغواي الأول في العام 2007، حيث نجح في قيادته إلى ربع نهائي مونديال 2010 في جنوب إفريقيا، ومن ثم إلى وصافة بطولة كوبا أمريكا عام 2011 قبل أن يستقيل من منصبه ليدرب فريقه نيولز أولد بويز لموسم واحد، ومن ثم وقع عليه الاختيار لتدريب فريق برشلونة الإسباني، لكنه لم يعرف النجاح في كلتا التجربتين وغادر الفريق الكتالوني بعد موسم واحد حل فيه وصيفا في بطولتي الدوري والكأس عام 2014، ومضى ليدرب منتخب بلاده الأرجنتين بعد انتهاء مونديال 2014. مارتينو قاد منتخب الأرجنتين إلى احتلال مركز الوصافة في كوبا أمريكا عامي 2015 و16، حيث خسر في المرتين أمام تشيلي بركلات الترجيح، وهو ما اعتبر فشلاً بالنسبة لجماهير بلاده، ليتحول إلى نادي أتلانتا يونايتد الأمريكي ويقوده في موسمه الثاني فقط على الإطلاق للفوز بلقب كأس الدوري، وليقرر بعدها العودة إلى الساحة الدولية من خلال منتخب المكسيك والذي حقق معه لقبه اليتيم حتى الآن على مستوى المنتخبات من خلال الفوز بلقب الكأس الذهبية عام 2019، ويحل وصيفا في النسخة التالية. على مر التاريخ اشتهرت المكسيك بتقديم عدد من حراس المرمى الشهيرين، وحتى وقت قريب كان الحارس أنطونيو كارباخال يحتفظ برقم قياسي فريد من نوعه يتمثل بالمشاركة في 5 نسخ لبطولة كأس العالم، قبل أن يعادله مواطنه رافائيل ماركيز والبرتغالي كريستيانو رونالدو والحارس الإيطالي بوفون، في حين كان الحارس خورخي كامبوس شهيرا بألوان القمصان التي كان يرتديها في مباريات منتخب بلاده. بالنسبة لغويليرمو أوتشوا الذي احترف في عدد من الأندية الإسبانية ويلعب حاليا لنادي أمريكا كلوب المكسيكي، فإن الأمر لا يشكل استثناء، فمنذ أن خاض أوتشوا مباراته الدولية الأولى عام 2005 وهو يمضي بخطوات ثابتة ومميزة، حيث نجح في التألق في العديد من المباريات والمناسبات التي جعلته من بين العلامات المميزة في كل المشاركات الدولية لمنتخب بلاده. خاض أوتشوا 129 مباراة دولية، ورغم تواجد اسمه ضمن لائحة اللاعبين 23 الذين مثلوا المكسيك في مونديالي 2006 و2010 إلا أنه لم يلعب أي مباراة، وانتظر حتى العام 2014 ليخوض مباراته المونديالية الأولى مع منتخب بلاده، وحينها تألق ولم تتلق شباكه أكثر من هدف واحد في دور المجموعات، وحظي بمديح كبير بعد المباراة أمام البرازيل والتي انتهت بتعادل سلبي أنقذ خلالها عددا من الكرات الصعبة.
وعاد أوتشوالي يتألق في النسخة التالية عام 2018، وساهم مساهمة كبيرة في فوز المكسيك على ألمانيا حاملة اللقب في المباراة الأولى، وأنهى البطولة برقم فريد من نوعه، تمثل بإنقاذ مرماه من 25 كرة محققة في 4 مباريات دون أن يتفوق عليه أحد سوى الحارس البلجيكي كورتوا الذي أنقذ مرماه 27 مرة ولكن في 7 مباريات. الوصول إلى 7 نقاط وهو أقصى ما حققته المكسيك في دور المجموعات منذ اعتماد نظام النقاط الثلاث وذلك في مناسبتين، سيكون الهدف الرئيسي في مونديال قطر 2022 من أجل المحافظة على سلسلة العبور إلى الدور الثاني وذلك للنسخة 8 على التوالي. حسم التأهل مبكراً لن يكون بالمهمة السهلة هذه المرة، وقد تحتاج المكسيك للانتظار حتى صافرة النهاية من مباراتها الثالثة لتحقق هدفها المنشود، في حين ستشكل مباراتها الافتتاحية أمام بولندا مفصلاً حقيقياً لقطع تذكرة العبور، علماً أن مواجهة وحيدة جمعت الفريقين مونديالياً وذلك عام 78، وحينها تكبدت المكسيك الخسارة ب3 أهداف مقابل هدف واحد. ولا تملك المكسيك سجلاً مميزاً ضد المنتخبات اللاتينية عموماً أو الأرجنتين بشكل خاص، إذ سبق لها أن خسرت أمام منتخب التانجو في المباريات الثلاث التي جمعت الفريقين، منها مرتان في دور 16 وذلك في مونديالي 2006 و2010. المواجهة الثالثة في المجموعة ستكون أمام المنتخب العربي السعودي، ولم يسبق لكلا المنتخبين أن التقيا في كأس العالم، ولكنهما التقيا 4 مرات في بطولة كأس القارات، فحققت المكسيك فوزا وحيدا مقابل تعادل وخسارتين. على الورق قد لا تبدو المكسيك مرشحة لعبور دور المجموعات هذه المرة وفقا للمستويات التي قدمتها مؤخرا في التصفيات وفي المباريات الودية، ولكن خبرة السنوات قد تكون لها الكلمة الأعلى في المجموعات الثالثة.